من المملكة المتحدة السيد جعفر الأحمر، الكاتب والمحلل السياسي. أستاذ جعفر، أهلا بك على إكسترا نيوز من القاهرة. أهلا بكم. كيف استقبل الشعب البريطاني إعادة تشكيل الوزارة الجديدة وتغيير 18 وزيرا بعد استقالة 3 وزراء قبل الإعلان الرسمي عن فوز بوريس جونسون؟ يعني وسائل الإعلام البريطانية كانت أفضل معبر عن هذه المشاعر لدى الشعب البريطاني. معظم الصحف البريطانية جاءت عناوين صفحاتها الأولى بمذبحة يقوم ينفذها بوريس جونسون، مذبحة سياسية بعد أن طرد أو استقال حوالي 17 وزيرا وعين مكانهم وزراء من الموالين له ومن المؤمنين بالخروج من الاتحاد الأوروبي بدون حتى بدون اتفاق. لكن هذا جانب من الصورة. الصورة الأشمل هي أن هنالك انقسام حاد في المجتمع البريطاني بين فريقين، فريق يؤيد الخروج وفريق لا يؤيد الخروج، وهنالك أيضا اختلافات داخل كل فريق. الفريق الذي يؤيد الخروج هنالك بعض يؤيد خروجا تاما من دون أي علاقة مع الاتحاد الأوروبي، وبعض آخر يريد الحفاظ على بعض العلاقة مع الاتحاد الأوروبي. لذلك يعني ردود الفعل نستطيع أن نقول أنها منقسمة تبعا للانقسامات السياسية باتجاه بريكزيت. يعني الوزير الجديد أو رئيس الوزراء الجديد السيد بوريس جونسون كان قد استقال من حكومة تريزا ماي منذ فترة رفضا لسياستها في محاولة وضع خطة تقرب وجهات النظر بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي للخروج بشكل سلس. هو الآن يهدد بالخروج بدون اتفاق. هل تتوافق رؤى الأحزاب الأخرى وليس حزب المحافظين مع رؤية بوريس جونسون، جيريمي كوربن تحديدا وحزب العمال؟ بالتأكيد لا تتفق، يعني فضلا يعني لندع حزب العمال والحزب الديمقراطي الليبرالي الذي يؤيد البقاء في الاتحاد الأوروبي، حتى داخل حزب المحافظين المشكلة الكبرى التي يواجهها بوريس جونسون أنه سيصطدم بحائط صلب هو الخروج من دون اتفاق. هذا حائط صلب أو صخرة كبيرة لن يستطيع تجاوزها، لأن الخلاف داخل حزب المحافظين هو الذي سيمنع بوريس جونسون من تنفيذ ما يحلم به هو ووزراؤه، لأن هنالك مجموعة من النواب المحافظين الذين يعملون سرا وعلنا مع النواب الآخرين من الذين يؤيدون البقاء مع أوروبا. حتى يعني أمس كشفت صحيفة الأوبزيربر أن وزير الخارجية البريطاني السابق هاموند اجتمع مع قيادي في حزب العمال البريطاني قبل أيام بعد استقالة هاموند للتنسيق في كيفية مواجهة احتمال أي خروج بريطانيا من الاتحاد بدون اتفاق، والعمل على إفشال هذه الخطة. لذلك بوريس جونسون يعني يطرح شعارات كبيرة جدا في خطابه أمام مجلس العموم، كان أشبه بزعيم عربي للأسف، يعني كان يبدو يطرح برنامج عمل يعني واسع جدا وفضفاض جدا وطموح جدا إلى حد بعيد، لكن القدرة على تنفيذ ذلك تكاد تكون محدودة جدا. وأبرز هذه يعني حضرتك يعني أستاذ جعفر شايف إن في النهاية سيتفق الطرفان على آلية للخروج السلس؟ غير معلومة إذا كانوا سيتفقون أم لا، لأن على الأرجح أن حكومة بوريس جونسون ستسقط قبل نهاية العام بعد أن يعمل نواب من حزب المحافظين مع نواب الآخرين من حزب العمال والديمقراطيين وغيرهم على إسقاط الحكومة إذا أصر بوريس جونسون على اتفاق على الخروج من اتفاق. ومعنى ذلك أن البلد ستكون أمام انتخابات مبكرة قبيل نهاية السنة.
سننتظر ونرى ما ستسفر عنه الأيام. سيد جعفر الأحمر الكاتب والمحلل السياسي، كنت معنا من لندن، أشكرك شكرا جزيلا.